السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. المهم هذا الفيديو غادي يكون خفيف ظريف، غادي نهضروا فيه على جديد لاعب المنتخب الوطني المغربي وتحليل اهداف وتقييم اللاعبين تحديدا مع زكريا ابو خلال ومفاجاه الياس بن صغير، وعلى غير المعتاد تصريح غير متوقع من مدرب ويستام على نايف اغريد، واكيد غادي نعرفوا السبب بالتفصيل اضافه الى بنجامين بوشواري والكثير من التفاصيل مع التحليل بالمختصر المفيد. والبدايه كنحب بدا تكون مع الهدف اللي سجلوه البارحه زكريا ابو خلال مع نادي تولوز واللي كان في مرمى أنايسي من منافسات كأس فرنسا. وقصة الهدف كانت تحديدا في الدقيقة 35 من زمن الشوط الأول، فكما كيبان لكم في المجمل هذه هي لحظة الهجمة ديال نادي تولوز، وهذا هو المغربي زكريا اللي بالذكاء فاش شاف زميله الهولندي دالينغا اضطر باش يخترق على الطرف الأيمن لأن المدافع كما كيبان لكم سد عليه. وهنا المغربي أبو خلال ضرب السبرينت ديالو واستغل المساحة اللي خلاها المدافع في العمق بحكم أنه كان مشغول بمراقبة المهاجم دالينغا، واللي أوتوماتيكيا بالذكاء والدهاء زكريا ديبلاصا أو تمركز في المساحة، إلا أن الباس في الاول ما وصلليش من المهاجم دالينغا، ومن بعد بطريقه او باخرى كيتوصل بالعرضيه من الهولندي برانكو فان دين بومان، ثم كتجي راسيه الدولي المغربي زكريا اللي هزم بها الحارس الفرنسي توماس كاليانز. وبهذا الهدف قدر ابو خلال يساهم في فوز فريقه بهدفين لهدف وبذلك التاهل لنهائي كاس فرنسا. وحد الان اللهم بارك وزيد في ذلك عندنا ثلاث محترفين مغاربه غادي يلعبوا النهائي ديال بطوله الكاس. عندك عبد الصمد الزازولي مع اوساسونا ضد ريال مدريد في كاس ملك اسبانيا، وايضا اسماعيل السيباري مع فريق بي اس في هوفن ضد ايكس امستردام طبعا في نهائي كاس هولندا، اضافه الى زكريا ابو خلال مع تولوز اللي غادي يلعبوا ضد نانت في الماتش الفينال ديال كاس فرنسا. اما عن تقييم زكريا ابو خلال فتحصل على تقييم 7.5. ايضا البارحه لعقلته كنا هضرنا على نايف اغريد وقلنا انه للاسف قدم مباراه سيئه وما كانش في مستواه بحيث ارتكب بعض الاخطاء. الجديد الان وهو بعد ذاك الماتش خرج المدرب ديفيد مويس في المؤتمر الصحفي، واللي مبدئيا كلنا عارفين ان هذا المدرب دائما كيشيد وكيدعم المغربي نايف وما الى ذلك، ولكن هذا المره بين على انه ما راضيش على المستوى اللي قدمه في الماتش اللي فات، خصوصا ذاك الخطا ديال الهدف الثالث. وباختصار مدرب ديفيد موس قال بالحرف بان ذاك الخطا اللي ارتكبه اغريد غير مقبول بتاتا، وبين قوسين هذا هو الخطا اللي طاح فيه نايف اغريد اللي حاليا مع الكره لحظه بناء الهجمه من الخلف، وكما كيبان لكم في لحظه ساو هربت منه الكره واللي اوتوماتيكيا ضغط عليه الجناح الانجليزي جاكوب ميرفي اللي كما كتلاحظوا خطف ليه الكره ثم كيباسي للمهاجم كالم وينسون اللي هذا الاخير كيسجل الهدف الثالث. وطبعا كما غالبا ما مولفينش من اغريد باش يطيح في مثل هاد الاخطاء، ولكن على العموم اي مدافع كما كان راه كيرتكب اخطاء وهذا الشيء راه عادي جدا، وهاد اللقطه اكيد ما غاديش تنقص من الدولي المغربي نايف اغريد. وللاشاره غير باش تعرفوا راه حتى ويستام كامل ما كانش في نهارها، فمثلا عندك الحارس لوكاس فابيانسكي اللي كان الخروج ديالو في هذه اللقطه كارثي واللي كلف فريقه الهدف الرابع. وعلى المستوى الشخصي انا على يقين بان نايف في الموسم المقبل غادي يقدم افضل نسخه ليه باذن الله، فقط المشكله ديالو حاليا هي التاقلم مع اجواء الدوري الانجليزي، وبين قوسين هذا الشيء فايز صرح به المدرب ديفيد مويس، يعني خاصو غير شويه ديال الوقت فقط. عموما كل توفيق للمدافع المغربي نايف اغريد. ايضا كاين واحد الخبر على الدولي المغربي الاخر بنجامين بوشواري، بحسب موقع فوت ميركاتو الفرنسي قالوا انه اصبح محط انظار العديد من الانديه من الدوري الفرنسي والاسباني كذلك، ولكن ما ذكروش بالضبط اسماء هذه الانديه. المهم قال لك ان هذا الاهتمام جاء بعد المستويات الكبيره والجيده اللي كيقدمها منذ انضمامه لنادي سان تيتيان اللي كيلعب حاليا في الدرجه الثانيه في الدوري الفرنسي، بل اكثر من هذا الاهتمام ديال الانديه زاد بزاف بعد استدعائه لاول مره مع المنتخب الوطني المغربي في الوديتين اللي فاتوا واللي كانوا ضد البيرو والبرازيل. ونفس المصدر قالوا ان بقاء بوشواري مع فريق سان تيتيان في الموسم المقبل كيبقى امر مستبعد، بمعنى بوشواري بنسبه كبيره جدا غادي يغادر النادي في الانتقالات الصيفيه القادمه، وهذا الشيء اكيد اللي كنتمناو كمغاربه ان شاء الله. وحاليا بوشواري بنجامين القيمه التسويقيه ديالو حسب موقع ترانسفير ماركت هي 2 مليون يورو. اما بخصوص الياس بن صغير فكما كان متوقع بان استدعائه للمنتخب الفرنسي اقل من 19 سنه ما كيعنيش انه صافي رسميا قرر تمثيل فرنسا، وسابقا كنا هضرنا على هذه الجزئيه بالتفصيل وعطينا امثله كثيره جدا بلاعبين لعبوا في فئات سنيه مع منتخبات غير المغرب وفي اخر مطاف لعبوا مع اسود الاطلس. المهم الجديد وحسب عده مصادر موثوقه طبعا مثل صحيفه العربي الجديد اكدوا بان هناك كشاف من الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم في فرنسا اللي كيراقب وضعيه اليس بن صغير من اجل ضمه الى صفوف المنتخب المغربي الاولمبي للمشاركه في كاس افريقيا لاقل من 23 سنه والمؤهله الى اولمبياد باريس 2024. وحسب مصادر هذه الصحيفه ايضا قالوا ان الياس قدم اشارات واضحه جدا من اجل تمثيل المنتخب المغربي مستقبلا، واصلا راه شفنا كيفاش تفاعل مع فوز اسود على البرازيل. عندك هو واللاعب يامين يامال اللي بنسبه كبيره جدا غادي يمثلوا المغرب ان شاء الله. المهم الياس بن صغير حاليا عنده 18 سنه فقط، ومؤخرا طلعت القيمه التسويقيه ديالو من 200000 يورو الى 18 مليون يورو اللهم بارك. وبهذا الخبر كنكون وصلنا للختام، وخير الكلام ما قل ودل.
وكالعادة كان معكم إسلام في أمان الله ومع السلامة.